السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين، مساكم الله بالخير في نشرتنا الجوية لهذه الليلة. لا تزال الأجواء باردة بالليل، متوقع درجات الحرارة الصغرى راح تتفاوت ما بين 6 درجات مئوية على بعض المناطق الصحراوية إلى 8 درجات 10 درجات مئوية على المناطق الساحلية وكذلك الجزر. الأجواء بشكل عام في النهار أجواء ربيعية معتدلة، متوقع الأسبوع الجاري راح تكون أجواء دافئة وفرص لأمطار متفرقة إن شاء الله من باكر وتستمر على فترات متقطعة إلى يوم الأربعاء. الأجواء الحالية في مدينة الكويت سماء صافية بشكل عام، رياح شمالية سرعتها 10 كيلومتر في الساعة، درجة الحرارة الحالية 18 درجة مئوية، والرطوبة النسبية 40%، الرؤية الأفقية جيدة تتجاوز 10 كيلو. متوقع أن تكون الأجواء في نهار يوم الغد في بداية النهار وأول ساعات النهار درجات الحرارة الصغرى متوقع أن تتفاوت ما بين 7 درجات مئوية على المناطق الغربية والمناطق الصحراوية من دولة الكويت، 13 درجة مئوية في ساعات الصباح الأولى على بعض المناطق السكنية وكذلك الساحلية والجزر. الأجواء بشكل عام في الساعات الأولى من الصباح أجواء باردة، تكونات بعض السحب المتفرقة ابتداء من منتصف نهار يوم الغد، درجات الحرارة العظمى متفاوتة ما بين 18 درجة مئوية على بعض المناطق الغربية والشمالية إلى 24 درجة مئوية على بعض المناطق الوسطى وكذلك الجزر، مع فرص لأمطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق الغربية. تستمر تكونات السحب إلى المساء، درجات الحرارة راح تكون مائلة إلى البرودة في بداية المساء، 10 درجات مئوية في المناطق الصحراوية، 16 درجة مئوية في المناطق القريبة من الساحل إلى المناطق وكذلك الجزر الكويتية، قد تكون الأجواء باردة في ساعات الليل الأخيرة. الأجواء البحرية أعزائي المشاهدين متوقعة خلال 24 ساعة القادمة بمشيئة الله، أجواء معتدلة بشكل عام مناسبة لممارسة جميع الأنشطة البحرية، متوقع تراوح ارتفاع الموج ما بين 1 إلى 4 أقدام، تيارات المائية لا تزال ضعيفة في فترات الفساد. أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة الكويت الساعة 5:02، موعد شروق الشمس الساعة 6:21، أما بالنسبة لموعد أذان المغرب الساعة 5:42. طقس متوقع لمدينة الكويت خلال الخمس أيام القادمة، أجواء إن شاء الله أجواء غائمة بشكل عام تستمر ويانا خلال هذا الأسبوع، كذلك فرص الأمطار متواجدة إن شاء الله في يوم غدا الاثنين وكذلك يوم الثلاثة، فرص خفيفة لأمطار خفيفة متفرقة على بعض مناطق البلاد. درجات الحرارة راح تكون معتدلة بشكل عام، العظمى 22 في يوم الاثنين، يوم الثلاثاء 19 درجة مئوية، كذلك الصغرى 12 درجة مئوية، 14 درجة مئوية صغرى في مدينة الكويت، بعض المناطق الصحراوية قد تقل إلى ما دون ذلك. الرياح راح تكون رياح شمالية شرقية تتحول إلى رياح شمالية جنوب شمالية غربية معتدلة السرعة، راح يكون هناك نشاط نسبي في الرياح، قد تصل سرعة الرياح ل 40 كيلومتر في الساعة. يوم الأربعاء راح تزيد فرص الأمطار ويانا، كذلك فرص لتكون بعض السحب الرعدية وأمطار رعدية على بعض المناطق ابتداء من منتصف النهار إلى آخر ساعات النهار، راح يصاحبها نشاط نسبي في الرياح، قد تصل سرعة الرياح ل 40 كيلومتر في الساعة. ابتداء من مساء يوم الأربعاء تقل فرص الأمطار، يوم الخميس والجمعة تعاود الأجواء المعتدلة في النهار، ولكن بالليل راح تكون أجواء باردة خاصة في بعض المناطق الصحراوية قد تصل إلى 5 درجات مئوية. أما في مدينة الكويت وضواحيها راح تتراوح درجات الحرارة العظمى ما بين 20، الصغرى ما بين 8 إلى 9 درجات مئوية. أعزائي المشاهدين أشكركم على حسن المتابعة وإلى أن ألقاكم في أمان الله.